اهلا وسهلا فيكم من جديد. في صحتك في رمضان اليوم بدنا نحكي في موضوع ممكن كثير من الناس بتعاني منه خلال شهر رمضان، تحديدا في شهر رمضان اكثر المشاكل اللي بتلاقي مثلا الناس يقول لك انا طول اليوم كنت طبيعي وصحتي كويسه وما حسيت ابدا بالصيام، لكن بعد الفطور بيصيبوا صداع، بيصيبوا خمول، ما بيقدر يتحرك، كل هذا بيكون من طريقه واليه الاكل الخاطئه. شو هي الاليه اللي لازم نمشي عليها لما بنتناول وجبه الافطار بعد صيام ساعات طويله في شهر رمضان؟ رح نتعرف مع اخصائيه التغذية آيات شطارة. مساء الخير آيات، وكل عام وأنت بألف خير. يسعد مساكم آيات، ورمضان مبارك عليكم أجمعين. أهلا وسهلا فيكي. بدي أبدأ معك في الآلية الصحيحة لتناول الإفطار في شهر رمضان لنتجنب مشاكل عسر الهضم، لنتجنب مشاكل الخمول والصداع اللي بتصير ما بعد الإفطار. نعم، بداية احنا بنصوم ساعات طويلة، يعني بحدود 15-16 ساعة تقريبا. بداية يعني كمان انه الجهاز الهضمي بيكون يتعود على الصيام، يعني عدم وجود الاكل في الجهاز الهضمي. نعم. فعشان هيك اي طريقة خطأ في انه ادخال الطعام والشراب للجهاز الهضمي ممكن انه يسبب لنا مشاكل احنا في غنى عنها، زي الاقياء او عسر الهضم او الحرقة في المعدة وما الى ذلك، يعني مشاكل بشكل عام، مشاكل في الجهاز الهضمي. نعم. حتى نتفادى هاي المشاكل اللي ممكن انها تصير بسبب العادات الخاطئه لتناولنا للطعام، ممكن هلا راح احكي بعض الارشادات والنصائح التغذويه حتى يكون صيامنا سليم، من حيث انه الجهاز الهضمي يكون سليم وما نعاني من اي مشاكل تغذويه. اول ما بدنا نبلش طبعا، هلا لما بنحكي نحن انه صايمين مده طويله، فالجسم بيكون متعطش يعني بيكون متعرض للجفاف او للعطش او للسوائل، فاحنا بحاجه كثير للسوائل. فالناس شو بتروح بتعمل؟ اول ما بيأذن المغرب دغري مثلا 3 أو 4 كاسات او كاسين مي. صحيح. هذا هاي المعلومه او هاي الطريقه جدا خطا. ممكن انه نحن مثلا نشرب كاسه مي واحده نكتفي فيها عند الاذان مع 3 تمرات او تمره واحده، ممكن انه نتوجه للصلاه. بهاي الحاله احنا بنكون مهيئين الجهاز الهضمي لانه في رح يدخل لك اكل مثلا، تمام؟ وخاصه انه احنا بنبلش بالسكر لانه بيكون الجسم لسه تعبان طول اليوم هو، او مرهق من بسبب الصيام. في بعض الناس كثير بتتعب من وراء الصيام، فعشان هيك بدنا شويه طاقه اللي هي جاي من السكريات المفيده لصحه الجسم اللي هي عن طريق التمر. فلما نحن نتوجه للصلاه احنا بنعطي فرصه للجهاز الهضمي انه رح يفوت له اكل. بعد ما نرجع من الصلاه ممكن انه اول ما بدنا نبلش ناكل اللي هي الشوربات، كونه احنا بدنا بيكون جسمنا مفتقر للسوائل. بعد هيك للسلطات، السلطات اللي هي بتكون فيها الالياف الغذائيه اللي بتنظم لنا يعني اليه الجهاز الهضمي وعمله. بعدين احنا ممكن انه نفوت للطبق الرئيسي. بهاي الحاله لا احنا بناكل كثير ولا احنا بسبب لنا تخمه، وبنفس الوقت يعني احنا بناكل لقيمات. هلا ممكن يعني في ناس كمان الفكره الاخرى بعد ما نتبع هاي الطريقه، ممكن بعد 2-3 ساعات ندخل وجبة سناك ون، وجبة خفيفة، وكمان بعد 2-3 ساعات وجبة خفيفة ثانية، وبعدين وجبة السحور. فيعني تقتصر وجبات رمضان على 4 وجبات، منها 2 رئيسيات ومنها 2 خفيفات. وبالتالي احنا بنسميها فود فريكوينتلي ميل، يعني وجبات خفيفة، بحيث انه انا ما اكل كثير وما اتعرض لتخمة. نعم. طيب يعني آيات، إذا بدنا نحكي عن السناك اللي تحدثتي عنه، إنه رح لازم يكون عندنا وجبتين سناك تقريبا من وقت الفطور للسحور، إيش ممكن الخيارات المتاحة تكون فيهم؟ بالضبط. هلا سؤال هذا كثير حلو آيات، لأنه الناس بتتوجه بالعادة بعد الإفطار لتناول الحلويات. بالضبط. وما لذ وطاب. فهاي كمان إحنا بدنا ننبه عليها كثير منيح، إنه حتى السكريات الزائدة أثناء الصيام ممكن إنه تعمل لنا شعور بالغثيان. وبالتالي ممكن كمان في من العادات الخاطئة انه السكريات ممكن انهم يتناولوها على وجبة السحور. وبالتالي هلا احنا ما رح نمنع الصائمين من حلويات رمضان، لكن احنا بنحكي باعتدال. ممكن مثلا ياكلوا حبة قطايف بدل ما تكون مثلا مقلية تكون مشوية، بدل ما تكون مثلا معباية بالقطر والمحليات ممكن تكون محليات صناعية ممكن انه نحلي فيها شوي. ممكن تكون طبعا بدنا نبتعد عن المكسرات البذر والموالح، هاي كلياتها لانه ممكن تسبب لنا العطش اثناء الصيام.
ممكن نقتصر وجبات خفيفة زي الحبات الفواكه أو كاسات العصير، لأنه هلأ إحنا يعني لا يفضل إنه شرب العصير أو الماء أثناء تناول الوجبة حتى ما يسبب لنا عسر هضم أو نحس بتلبق معوي. طيب الخيارات العصير هلا كثير عم نشوف هلا بشهر رمضان بتكثر العصائر الرمضانيه اللي هي اصلا مصنوعه من مواد صناعيه بالغالب بتكون متواجده في الاسواق للاسف، وبالاضافه مليئه بالسكريات، شو البدائل للعصائر اللي بتنصحي فيها؟ هل بتنصحي انه تكون العصائر معصوره في البيت، يعني اهل البيت هم يعصروها في ايدهم، او مثلا في عندك مثل الكركديه، التمر الهندي، هدول المصنوعين في البيت كمان بتنصحي فيهم كخيارات ولا لا؟ نعم، كمان يعني هذا سؤال جدا حلو، لانه العصائر المصنعه احنا ما بنفضلها تماما ابدا، يعني ما بنفضلها باثناء الصيام. احنا اللي بنفضله مثلا العصائر اللي تكون الطبيعيه اللي بتنعصر بالبيت، طبعا التفاح، البرتقال، اي نوع عصير طبيعي. وبنركز كمان، انا بدي اعتذر من أخصائية التغذية آيات شطارة، فقدنا الاتصال معها. بدي أشكرك جدا آيات على هذه المعلومات القيمة.